سالم لبيك. انت قبل لا تسمعنا الاغنيه انت تقول شيء، تقول ميدان ولا تقول مسبع؟ كيف كيف؟ ولا تقول شعر؟ لا اقول شعر. شعر بس؟ نعم. تقول قصيده قبل. ثواني لازم اقول قصيده؟ ما لازم. لا بقصيده بقولها لكن بغنيها. اه بتغنيها؟ يلا غنيها. وهي طبعا لعل ان شاء الله تنال اعجاب المستمع. نعم. في فيها كنصيحه. نعم. عن الناس اللي تركض ورا المال. صحيح. وتنسى الاخره وتنسى الله هذه الامور اللي هي. يعطيك العافيه. وتكون في يوم طيبه. نعم. لعل الإنسان هذا يستفيد منه بس. تفضل يا سالم. عاش الحاضرين عاشوا. يوم على العصر ثقيل المقطع، يوم على العصر ثقيل المقطع.